حقيقةً غير ملتزمين بقرارات خلية الأزمة، لا يرتدون الكمامات، لا يعقمون أيديهم. نحن دائماً باستمرار نؤكد على الالتزام، لبس الكمامات ضروري جداً وخاصة في الأماكن المزدحمة، والتباعد الجسدي ضروري جداً، وأيضاً غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقمات. المؤسسات الصحية تتخوف من انعكاسات مظاهر مخالفة التعليمات الوقائية والغلق الصحي، كما حدث في عدة بلدان كان آخرها الهند بنسخة فيروسها الأشد فتكا والأسرع انتشارا. ياسر عامر، العراقية الإخبارية، بغداد.